أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم، إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام
عليك سأستغفر لك ربي. إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. وكلًا جعلنا نبيًا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.
واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Demikian tadi alunan ayat-ayat suci kalamullah yang telah disampaikan oleh peserta dari negeri Kelantan, yaitu Encik Abdullah Fahmi bin Cik Nur alias Syukri.